مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة حلوة سهلة وسريعة جدا. عندي كوبين حليب، ملعقتين طعام سكر، ملعقتين طعام نشا، 10 بسكوت. لبلش الطريقة انا وياكم. بسم الله، بحط السكر، نشا، وبحرك على الغاز ليشتد المزيج. هذا المزيج بعد ما حركته على الغاز واشتد، هلا بحطهم بالقالب. بعد ما حطيتهم بالقالب بهذا الشكل، هلا بحط على الوش بسكوت. هلا بعد ما حطيت البسكوت على الوش، لبلش انا وياكم بالطبقة الثانية. الطبقة الثانية عبارة عن كوبين حليب، 3 معالق طعام سكر، ملعقتين طعام نشا، ملعقتين طعام كاكاو. بحط المقادير كلهم فوق بعض. بهذا الشكل حطهم على الغاز وبحرك ليشتد المزيج. بعد ما اشتدوا بهذا الشكل، هلا بحطهم على البسكوت. بسم الله، نعملهم بهذا الشكل. بحط رشة صغيرة فستق حلبي على الوجه بهذا الشكل. هذه حلو الطبقات اللي عملتها انا وياكم، اخذ تحضيرها حوالي 5 دقائق. هلا بحطها بالبراد. هذه حلو الطبقات بعد ما سقعت منيح بالبراد، بشيلها من القلب انا وياكم. بسم الله، هذا الشكل النهائي. هلا بدي اقطعها انا وياكم. بسم الله، هذا الشكل النهائي. هيدي حلو الطبقات اللي عملتها انا وياكم، سهل وسريع وبتاخد 5 دقايق بس بالتحضير، ومكوناتها موجودة بكل بيت. بتمنى تجربوا الطريقة وتعجبكم. طريقة حلو ب5 دقايق. عندي دايجستيف بسكت مطحون، نص كوب زبدة، 50 جرام شوكولا خام، ملعقتين طعام حليب، نص ملعقة صغيرة زبدة، شوكولا ابيض لزينة. لبلش انا وياكم الطريقة. وعندي فانيلا. بحط الزبدة فوق البسكت. بسم الله، طريقة حلو كتير سهلة وسريعة. بحط رشة صغيرة فانيلا، بحركهم منيح مع بعض. هلا عندي مطبقية صغيرة غطيتها بالنايلو، بحطهم بقلبها. بفلشهم على رواق. بعد ما مديتهم بالمطبقية بهيدا الشكل، هلأ شو بدي اعمل انا وياكم؟ عندي الشوكولا الخام، بحط فوق الحليب، بحط الزبدة، بدوبهم بالميكروويف. بحرك منيح، بتأكد انه ندابوا، داب الشوكولا. هلا بحطهم على وجه البسكت، بمدهم كمان على الوجه، بحطهم هلا بالبراد لتشد الشوكولا شوي. هلا بعد ما جمد الشوكولا، عندي مي سخنة، عندي شوكولا الوايت. بحط الشوكولا الوايت بالمي السخنة وبحرك ليدوبوا، دوبهم على البخار. داب الشوكولا هلا. شو بدي اعمل؟ بشيل هلا هيدول من المطبقية، حطكن على رواق. بجيب سكينة وبقطعن، فيني اقطع المقاس اللي بدي اياه، فيني اقطعن بالطول هيك شي، فيني اقطعهم مربعين، فيني اقطعهم شي صغير، مربعات صغيرة حسب الرغبة. انا شو راح اعمل؟ راح اقطعهم بهيدا الشكل. بسم الله،
شفتوا كيف هذا الحجم راح اقطعه. طريقة كتير سهلة وسريعة ما بتاخد وقت. بدي احطهم بصحن، دوقن انا وياكم اذا طيبين. كتير طيبين، شيلهم على رواق. شفتوا كيف طلعوا؟ هيون شفتوا كيف عملتهم. هلا شوكولا الوايت شو بدي اعمل؟ عندي ورقة زبدة بعملها بهيدا الشكل، هيدا الشكل. شفتوا كيف بحط بقلبها شوكولا البيضة للزينة. فيني زين الفستق بجوز بأي شيء حسب الرغبة، بس أنا حبيت بهاي الطريقة. بعبي الشوكولا عما هالقد ما فيني عشان ما تفتح الورقة. الشكل شفتوا كيف؟ فين الشكل اللي بدي اياه؟ هيك هيك حسب الشكل اللي بحبه. هدول الشوكولا اللي عملتهم انا وياكم، بتمنى تجربوا الطريقة وتعجبكم. ان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. The recipe for this video in the description box. Bye bye.